بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أبناء الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أكثر من 6 أشهر وفي شهر مارس تحديدا، حين تولى الدكتور محب الرفعي الوزير السابق للتربية والتعليم، حين تولى مسؤولية وزارة التربية والتعليم، ومصر تعيش كابوسا حقيقيا اسمه عام تعليمي مختلف. أعلن الوزير السابق قبل أن يقال أن عام 2015-2016 سيكون عاما تعليميا مختلفا، وبدأت قرارات تنهال على رؤوسنا ورؤوس الطلاب، وبدأ الطلاب يسمون هذا العام على وسائل التواصل الاجتماعي، طلابنا الأشقياء يسمون هذا العام بنيو لوك للثانوية العامة، وبعضهم الأكثر شقاوة وفهما سمى هذا العام نيو عك في الثانوية العامة. كان أبرز القرارات 3 قرارات مهمة جدا ما زالت تثير البلبلة والاضطراب في الواقع التعليمي. القرار الأول وهو قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية وفي جميع المحافظات. القرار الثاني وهو تخصيص 10 درجات لطلاب الثانوية العامة في مقابل الحضور وحسن السلوك، وإلا يفقد الطالب في الثانوية العامة 10 درجات دولت. أهو ده بقى اللي أنا جاي أناقشه النهاردة. أنا مش جاي أناقش إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، ولا جاي أناقش 30 اللي هو القرار الثالث اللي هنقوله دلوقتي. القرار الثالث إن الوزارة فجأة قررت إن 30% من الأسئلة هتقيس مهارات التفكير العليا في المناهج الجديدة اللي لسه المدرسين ما تدربوش عليها، والطلاب طالعين من أولى ابتدائي لتانية ثانوي متعودين على طريقة وعايزين يغيروا الطريقة فجأة. القرار الثالث ده مش هنناقش دلوقتي، أنا هركز على أكثر قرار مزعج لدى الطلاب وهو قرار 10 درجات. الحقيقة قبل ما أبدأ، علشان محدش يفهمني غلط ويفكر أن أنا جاي أهاجم حد أو أدافع عن حد أو جاي لغرض شخصي، ان احنا كمدرسين دروس خصوصية بيقولوا ان احنا عايزين يبقى الحال على ما هو عليه لان احنا مستفيدين من هذا الوضع، انا جاي هعلن مبادئ في البداية عشان محدش يفهم كلامي غلط. المبدأ الاول ان انا كأسامة عز الدين كمدرس ومعي الاف من المعلمين الشرفاء يؤمنون كل الايمان ان المدرسة هي المكان الاساسي والطبيعي للتعلم والدراسة. المدرسة هي المكان الأساسي والطبيعي للتعلم والدراسة، وأي مكان آخر مهما كان هو مكان استثنائي أو وسيلة مساعدة. ده مبدأ علشان محدش يقول إن أنا بحارب الرجوع للمدرسة أو بحارب العودة للمدرسة. المبدأ الثاني اللي أنا مؤمن به وبدعي ربنا يحققه، إن رجوع الطلاب والمعلمين إلى مدرسة جاذبة تخرج أجيال تستطيع التعامل مع المستقبل، هذا المبدأ هو هدف أمن قومي للبلاد. أمن قومي أو من الأهداف القومية في مصر إن المعلمين والطلاب يرجعوا تاني للمدرسة، ولا يقل تحقيق هذا الهدف عن القضاء على الإرهاب أو تحقيق الرخاء الاقتصادي أو إن احنا يكون زي أي قضية قومية تهم البلد. ده مبدئين مهمين جدا عشان الناس تفهم كلامي صح، وتفهم ان انا مش قصدي ان انا اعرقل العملية التعليمية او بحرض الطلاب ان هم ما بيرجعوش المدرسة، لا. الحقيقة القرارات دي اثارت رد فعل رهيب جدا، اصل احنا معجونين في وسط الطلاب بقى وعارفين كويس قوي هم بيفكروا ازاي، وعارفين كويس قوي اقل كلمة بتأثر فيهم ايه، خصوصا الطلاب اللي هم لهم رؤية ونفسهم يحققوا حاجة كبيرة. الـ3 قرارات دولت لما صدروا من الوزير السابق الدكتور محب الرفعي أثاروا أولياء الأمور جدا وأثاروا الطلاب والمعلمين، لأنهم يعلمون أنها قرارات وإن كانت جميلة إلا أنها غير واقعية. هي الفكرة كده، يعني توصيف القرارات دي إن كانت جميلة إلا أنها غير واقعية وغير مناسبة للواقع، لأن الواقع لم يهيئ بعد لمثل هذه القرارات. فصار أولياء الأمور وصار الطلاب وصار المعلمون، يمكن المعلمين لهم أشياء صاروا من أجلها والطلاب أشياء صاروا من أجلها، المهم وطالبوا بإقالة الدكتور محب الرفعي، وفعلا أقيل في التغيير الوزاري الأخير.
وبإقالة الدكتور محب الرفعي الناس بدأت تشعر بأن الاحتقان اللي كان موجود بدأ في الواقع التعليمي يعني أنه بدأ يهدأ بعض الشيء، وبدأنا نأمل في الدكتور الهلالي الشربيني وهو رجل ذو كفاءة ومعروف عنه النزاهة، وبدأنا نأمل في لمسة منه أن يغير هذه القرارات أو بمعنى الأصح يعدل هذه القرارات بما يتناسب مع الواقع حتى يخفف الاحتقان، وأملنا كثيرا في هذا الأمر. لكن الحقيقة فوجئنا بوسائل الإعلام، وسائل الإعلام تعلن أن الدكتور الهلالي الشربيني وهو بلديتنا، وأعرف أنه لقبه بين الطلاب حبيب الطلاب، يعني الدكتور الهلالي الشربيني هو رجل ذو كفاءة وقريب جدا من الطلاب، ورجل يعلم جيدا الطلاب ويعلم متطلباتهم. لكن فوجئنا بقرار مفاجئ منه أنه يقر العشر درجات، وأعلن ده رسميا في بعض وسائل الإعلام. طبعا رجعت حالة البلبلة تاني وحالة الاحتقان تاني. اللي زاد حالة البلبلة والاحتقان كمان ان لما المدارس بدأت وبدأت الطلاب تروح عشان تعرف اي تفاصيل عن القرار، اتصدم الطلاب، اتصدمت اولا المدرسة على حالها زي ما هو معظمها طبعا، ثانيا حالة يعني احنا عارفين حالها، انا مش عايز اخد في المدرسة دي، انا مش جاي زي ما قلت اهاجم المدرسة، بس المدرسة حالها زي ما هو من اثاث ومن دكك ومن فصول ومن معاملة برضو مش عارفين يستوعبوا الطلاب، والطلاب اصلا راح رافضة، والمدرسين والشؤون الطلاب رافضينهم، يعني في شد وجذب كده في المدارس دي. واحد، طب ايه تفاصيل القرار؟ يعني مثلا لما الطلاب يجي يسألوني مثلا ويقولوا لي هو في نشرة رسمية وصلت الطلاب؟ ما فيش نشرة رسمية وصلت المدرسة إلى الآن، لا يوجد نشرة رسمية وصلت المدرسة بأن هذا القرار سينفذ، فالطلاب مش عارفين نروح ولا ما نروحش. طب هو مشروع قرار ولا قرار حقيقي؟ طب الطلاب المأجلين، لما الطلاب المأجلين بيسألوني قولي لي يا أستاذ طب إحنا إيه وضعنا دلوقتي؟ المأجلين يعني إيه؟ عشان في بعض الناس مش عارفين الكلام ده. طلاب المأجلين اللي هم في طلاب بتدخل كده ثلاث مواد أربع مواد وما يدخلش المواد التانية ويرسب فيها، والسنة التانية بيدخلها وبياخد درجتها كاملة، وبالتالي بيقسم السنة على سنتين زي ما بيقول. فين بقى اللي دخل؟ يروحوا اليوم كله ولا يروح المواد اللي هم راسبين فيها فقط وبيعيدوها؟ محدش يعرف، محدش يعرف، كلها تكهنات. نسأل الوزارة وكأن ده هيعمل معاهم رفع التنسيق، والتنسيق اصلا المرفوع 97 و98 احيانا ما بيلحقش، فما حدش عارف. طب القرار ده ليه اعلن عنه بدون تفاصيل؟ واحنا عارفين ان الثانويه عامه سنه حرجه جدا وسنه ضاغطه في الاعصاب، فالطلاب مش ناقصين ضغط على الاعصاب اصلا. طب تفاصيل القرار عشان تريحنا، عشان حتى نبدا نتعامل معاه، مفيش تفاصيل القرار. طيب يا ترى مين المسؤول بقى عن منح الدرجات ديت؟ الوزارة بتؤكد ان هتكون في لجنة، واللجنة مكونة من المدير استاذ المدير، ومكونة من الاخصائي الاجتماعي، ومكونة من اتنين من اتحاد الطلاب، وما فيش حد هيتظلم، وهيتابعوا الحضور والانصراف الكترونيا ولا اخره. طب فين اللجنة دي؟ هل في لجنة تكونت في المدرسة؟ ما فيش لجنة. طب امال الطلاب دلوقتي بتروح ليه؟ ومين اللي دلوقتي بيتابعهم اصلا؟ برضو ما فيش لا اجابة. طب طلبة المنازل اللي هم
خلاص قال لك يا عم انا بقى ايه بلاها العشر درجات دي بقى، زي لما اللحمه غلت كده قالوا بلاها لحمه، ففي طلاب قالت بلاها العشر درجات، انا هقعد في البيت. طب المنازل دول بقى هيخصم منهم؟ طب الناس اللي هي عندها ظروف مرضيه او بعض الناس المسجونين سياسيا اللي بياخدوا الثانويه العامه من جوه السجن، طب ده نعمل فيه يروح المدرسه برضه؟ الحقيقه يعني عدم اخذ القرار واعلانه في وسائل الاعلام وعدم تفاصيله في سنه مهمه زي دي، ده عذاب للطلاب، حقيقي عذاب للطلاب. فكفايه بالله عليكم عذاب في الطلبه، الطلبه مش ناقصه عذاب، واولياء الامور بيضحوا باكلهم وشربهم عشان ولادهم تتعلم، فمش فالضغوط الكتيره قوي عليهم دولت كفايه. احنا متفقين مع المدرسه مع الوزاره في ان الطلاب يرجعوا للمدرسه. اي معلم شريف مخلص لهذا الوطن متفق كل الاتفاق، وهو اكثر رؤيه للفساد اللي موجود في التعليم في مصر، ومتفقين زي ما قلنا ان احنا الطلاب والمعلمين لازم يرجعوا للمدرسه. احنا مختلفين فقط في طريقه الرجوع للمدرسه، مش بالعافيه الطلاب هترجع للمدرسه، ومش بالعافيه المدرسين هتشرح، عشان نكون فاهمين، لان ما فيش حد يجبر مدرس في الدنيا ان يشرح. مش لو اجبرت المدرس هيخش يكتب العنوان على السبوره ويقول الدرس ويسمعه ويقول لك انا شرحت، ومش هتقدر تجبر طالب انه يقعد يفهم. مفيش حد التعليم مش بالعافيه، التعليم مش بالعافيه يا جماعه. فاحنا متفقين مع الوزاره في الرجوع للمدرسه، لكن مختلفين في الوسيله. واتحدى اي مسؤول من المسؤولين اللي بيدفعوا الوزير ان هو يقر العشر درجات ينزل هو ويعيش يوم واحد مع طالب ثانويه عامه، يروح كده معاه، يقوم معاه الصبح ويروح معاه الدروس ويشوف إذا الطالب ده كان عنده وقت لسه فاضل. ما هو الدروس دلوقتي واقع، إلى الآن واقع، لأن كل البدائل اللي بتقدمها الوزارة ليست كافية. ولما نيجي نعالج مشكلة الدروس الخصوصية مش هنعالجها بالقرارات، لازم تعالج المشكلة من جذورها. لكن هنقول إن بالقرارات هتعالج، يبقى أنا كده بقفل على الطالب، لا بوديه دروس ولا بيروح المدرسة يفهم حاجة ولا حد بيشرح له. وهوريكم دلوقتي التفاعل مع الطلاب قالوا إيه على ما راحوا أول يوم أو أول أسبوع في المدرسة. فإذا أتحدى أي مسؤول أنه ينزل يعيش الواقع اليومي بتاع الطالب أو الطالبة في الثانوية العامة ويصر على هذا القرار. ولو عايزين تعرفوا الواقع اليومي تعالوا اسألوا نحن، احنا معجونين في وسط الطلاب بقالنا أكتر من 20 سنة، وعارفين كويس قوي معاناة وتحديات ومشاكل الثانوية العامة. ومن خلال منشور على صفحة بنذاكر مع الأستاذ أسامة عز الدين في صفحة كده على الفيسبوك أنا عاملها، فعملت منشور مع الطلاب وسألتهم اكتبوا مخاوفكم يا شباب عن العشر درجات، اكتبوا ارائكم واعتراضاتكم، اللي موافق يقول انا موافق، واللي معترض يقول انا معترض، عشان ما بقاش انا طالع اقول تصور من عندي. والتعليقات موجوده على الصفحه اكتر من، يعني المنشور ده واخد اكتر من 1500 لايك تقريبا، وواخد اكتر وصل تقريبا قرب من 150 واكتر تعليق. اقروا كده التعليقات بتاعت الطلاب، الطلاب دي طلاب مصر. يا سيدي الوزير أعلم أنك تريد مصلحة الطالب، ولكن أنصت إلى الطالب، لا تنصت إلى الذين يأخذون قراراتهم من الكتب أو يأخذون قراراتهم من تصورات استراتيجية أو يقارنون مع دول العالم، كما كان الدكتور السابق الدكتور محب الرفع الوزير السابق يقول كل دول العالم بتدي درجات على الحضور وبتدي درجات على السلوك. لما يبقى في دول العالم بتدي درجات دي على أساس في مدرسة، على أساس في مدرسة فيها مواصفات عالمية، مش على اساس ان في مدرسه انا رايح ماليش فصل اصلا زي ما هنعرف دلوقتي من الطلبه، على اساس ان في مدرسه كثافه الطلاب فيها بتوصل فوق 80 طالب، على اساس ان في مدرسه المدرس ما بيشرحش. فازاي انت بتطالبني ايه؟ اذا اردت ان تطاع فامر بما هو مستطاع. وشوفوا تعالوا كده الواقع اليومي معايا للطلاب، تعالوا كده نستعرض بعض اراء الطلاب وبتقول ايه بمنتهى الصدق والبراءه. عمرو مثلا محمود بيقول انا باجي من المدرسه تعبان وبيضيع مني وقت كتير بسبب المواصلات والفصول قليله والمدرسين بيشرحوا من كتاب المدرسه وملهوش اي لازمه، ولو القرار ده اتطبق على الطلبه مش هتلاقي وقت تذاكر، وهي دي اكتر نقطه الطلبه قالوها في التعليقات، امتى نلاقي وقت نذاكر. طالب اخر بيقول حضرتك انا رحت المدرسه 5 فصول ازاي لثالثه ثانوي؟ فين التركيز لما نخرج من 6 الصبح ونرجع البيت 8 بالليل؟ هنذاكر امتى؟ حرام والله.
ياسمين بتقول والله يا حرام بجد هنجيب وقت للدروس والمذاكرة والمدرسة منين؟ خلوهم يرحمونا شوية، هو احنا كده دفعة نحس كل التغييرات بتطبق علينا؟ بنتنا دميانة بتقول كريم بتاخد مني مش اقل من ساعتين عشان ارجع البيت، ساعتين مواصلات. المدرسين شرحهم ما فيهوش اكتفاء وقدرتهم على الشرح مش ممتازة، بالاضافة ان المدرس معتبر ان احنا واخدين الكلام ده اصلا فداخل يسأل على طول، وكمان المدرسين بيهددونا ويزلونا بالعشر درجات ومعاملتهم سيئة جدا لان جزء من مستقبلنا في ايديهم. يا ريت تناقش حضرتك الكلام ده. زهرة المدائن بتقول انا ما شاء الله رحت المدرسة رجعت نمت من التعب، رحت الدرس نمت من التعب، مش عارفة اوفق بين المدرسة والدروس والمذاكرة. يا ريت اي مسؤول مصر على قرار العشر درجات يطلع يقول للطلاب دي تعمل ايه؟ دروس مش هيروح دروس، انت مش واقعي، عشان نكون فاهمين. طيب كمان بتقول مع احترامي المدرسين مش بيشرحوا حاجة اصلا، كله كنا بنلعب بمعنى الكلمة. اهدي النقطة اللي انا عايز اركز عليها بقى من كلام زهرة المدائن، كلنا بنلعب بمعنى الكلمة. انا ضد القرار ده وبقوة، ويستحيل ان يطبق لان كتير من الطلاب هيضيعوا بسبب القرار ده. واحنا بين قوسين اهم كلمة مش فئران علشان تجربوا فينا، احنا بنضيع. دي الطلاب، والطلاب معظمها بيقولوا ان انا باجي من المدرسة تعبان، برجع من الدروس تعبان، بنام. بص الطالب بيقول ايه، حضرتك انا في ثالثة ثانوي، الواحد دلوقتي هيروح المدرسة ويرجع ياكل لقمة ولا حاجة، وبعدين ينزل يروح الدرس ومش هيفهم حاجة من كتر التعب، وهيجي يقوم مرمي على السرير ونايم. صاحي تاني يوم ونفس الحوار، طب الواحد يذاكر امتى؟ كلام منطقي. تعالوا نشوف الام اللي بتقول، ام مش كل الطلاب اهي، تقول انا ابني بيتدمر قدامي، الصبح المدرسة ينام ساعتين ويروح الدرس ويرجع ينام، قل لهم انهم مش محتاجين حد يوجههم. يعني بتقول لي انا اقول لكم، اقول للناس المسؤولة اني مش محتاجين حد يوجههم، لان هم عارفين هدفهم وانكم انتم من سيقضي على احلامهم. قل لهم ان ولي الامر اللي حرم نفسه من كل متع الدنيا عشان يشوف ابنه بيحقق حلمه، انتم بقيتم العائق امامنا وليس من يأخذ بيدنا. قل لهم اننا مش هنسكت وهنحمي ولادنا من شركم. ده غير بقى خلف الوعد، قالوا محاضرات، رحنا المدرسة ما لقيناش محاضرات. كمان ابننا احمد جمال بيقول انا رحت المدرسة اول يوم لقيت ما فيش الا فصل واحد لعلمي وادبي، وحضرت حصة احياء مع اني علم رياضة. روحنا الساعة 10 وما استفدتش اي حاجة من اليوم ده، وكان ناقص المدرسين يقولوا لنا ما تجوش تاني، وقالوا لنا ان قرار العشر درجات لسه ما وصلهمش. المفروض دلوقتي بقى نروح ولا ما نروحش؟ والله يا ابني عندك حق، عندك حق. ليه القرار نزل بدون تفاصيل؟ ليه الضغط على اولادنا وعلى اعصابهم وعلى اولياء الامور؟ ليه السنه تبدا معاهم مهزوزه كده؟ كمان القرار ده قرار العشر درجات فيه عيوب خطيره جدا. يعني اخونا الاستاذ اسامه خليل قايل منشور مهم جدا، بيقول اغلب مدارس الارياف في الغربيه مثلا طلب التالتة مش هتحضر وهتتحط لهم درجات، هتحط لهم الدرجات مدارس تحكمها العائلات القرويه وليس الاداره التعليميه. الكلام ده في منتهى الخطوره وكده واقعي جدا، وانا على علم بيه وكثير ممن يسمعني على علم بيه. مدارس الارياف، مدارس البلاد البعيده عن الرقابه وعن الوزاره وعن القاهره وعن الاسكندريه وعن المحافظات وعن المدن عموما، البلاد دي ولادها ياخدوا العشر درجات كامله، عشان فعلا زي ما قال اخونا اسامه خليل انها بيحكمها العائلات القرويه وليس الاداره التعليميه. فين تكافؤ الفرص هنا؟ لما طالب المدينه هيطحن وهيروح المدرسه غصب عنه علشان طبعا مدير الاداره شرق مش عارف موجود ايه، ومدير اداره غرب، ولجنه المتابعه ولجنه التفتيش، والوزير تفتيش مفاجئ، فكله طبعا التركيز هيبقى على المدن، لكن القرى هتاخد الدرجه. طب فين تكافؤ الفرص؟ شو
شعور الطالب ايه وهو بيتظلم عيانا بيانا؟ هل عند الوزارة شيء يؤكد للطلاب ان القرار ده قرار عادل وحيكفل تكافؤ الفرص للجميع؟ طيب مع ان القرار زي ما قلت لكم يبدو جميل، يعني اي حد يسمعه من اولياء الامور اللي بعيد عن الحقل التعليمي ومش عارفين قوي، او من الناس اللي هي متحمسه للتعليم ومش فاهمه الفوله زي ما بيقولوا قوي ومش معجونه في وسط العمليه التعليميه، هيقولوا القرارات دي 10 على 10. لكن الحقيقه القرارات دي لا تناسب الواقع بعد. انا مش بقول ان القرارات دي تفضل على طول لا غلط، لا انا بقول لا تناسب الواقع بعد. فما نجيش فجاه وبالطريقه الصادمه ديت نطبقها على الطلاب. وبعدين انا معايا مقاله كده هي قديمه سنه بس من وزاره التربيه والتعليم، كان على على اليوم السابع يوم 7 سبتمبر 2013 كان الدكتور محمود ابو النصر الوزير اللي قبل الدكتور محمد الرفعي، اسمعوا بيقول ايه بقى. بيقول وزاره الدكتور محمود ابو النصر الغت تخصيص 10 درجات بالثانويه العامه للحضور والانصراف، الغت، كان القرار ده موجود من 2013 واتلغى، واعتبرت ان تلك الدرجات ضد مبدا العداله. هذا كلام وصل اليه خبراء ومستشارون ووزير ودوله اصدرت هذا القرار ان تلك الدرجات درجات ضد مبدا العداله. فجاه دلوقتي بقت مع مبدا العداله حيث يجعل المدارس والمعلمين يتحكمون في مستقبل الطلاب بعشر درجات فارقه بما تحويه المدارس الثانويه من مشاكل كثيره. يا ترى المشاكل الكثيره دي اتحلت فجاه؟ اما انتشار الوساطه والمحسوبيه فيمنح الطالب 10 درجات اذا كان والده معلما بنفس المدرسه وقد تخصم منه لاي اسباب اخرى قد لا تتعلق بالحضور والانصراف، وهو تبرير وجيه على جميع المستويات. الا ان وزاره الدكتور غنيم ايام الاخوان وزاره الدكتور غنيم السابقه كانت ترى في الدرجات العشر فرصه لربط الطالب بمدرسه وعلاج مشاكل المدارس. يعني قرار 10 درجات ده من ايام 2012 من ايام الدكتور غنيم اللي كان ماسك التربيه والتعليم وعلاج كانت هذه الوزاره كانت ترى ان القرار يناسب او يربط الطالب بالمدرسه الثانويه الخاليه، الا ان الواقع لا يجعل تطبيق تلك الفرضيه ممكنا. الا ان الواقع، يعني الدكتور محمود ابو النصر كان شايف الواقع كويس قوي ويحتاج ايه علاج جذري لبيئة المدارس الثانوية وبنيتها قبل الشروع في منحها 10 درجات مصيرية وفارقة. يا ترى المشاكل الجذرية والكثيرة والمحسوبية اتحلت فجأة دكتور هلالي؟ هل يا جماعة الناس اللي بتدفع الدكتور الهلالي أن يقر هذه الدرجات، هل مشاكلنا اتحلت في المدارس؟ لا طبعا ما اتحلتش. فلذلك أرجوكم لو سمحتوا ارحموا الطلاب من الضغط. مش بنقول إن الواقع يبقى عليه، لأن معنى كلامي قد يفهمه البعض إن أنت بتقول خلاص يبقى نسيب الفساد زي ما هو وما نقدمش بدائل ولا الوزارة تتحرك وتبقى الوزارة قاعدة تتفرج ونقول لها يا وزارة أنت ما تعمليش حاجة وسيبينا إحنا هنتصرف، في حين ناس تانية تروح تهاجم الوزارة إن أنت ما بتعمليش حاجة. يعني الوزارة إذا عملت نقول لها انت بتدمري مستقبل اولاد، واذا ما عملتش نقول لها انت واقفه تتفرجي. الوسط. طب ايه البدائل اللي ممكن نقدمها بحيث ان فعلا نرجع طلابنا للمدرسه؟ ايه البدائل؟ اقول لكم البدائل. اول بديل جه من بق الطلاب البسطاء الصغيرين ده، هم احنا فاكرينهم صغيرين، والله فاهمين القضيه اكتر من مسؤولين كبار في الوزاره نفسهم، ما هم فاهمين زي الطلاب ما فاهمه، انا بحلف بالله. تعالوا نشوف كده رؤيه طالب من الطلاب بيقترح على الدكتور الهلالي ازاي نحل المشكله. ما هو انت دكتور الهلالي لو سمحت او اي حد في الدنيا عايز يحل مشكله التعليم ما يقعدش في المكتب وياخد اراء من المستشارين، ينزل تحت قوي، ينزل للطالب والمعلم والمدارس عشان يشوف ويسمع وزي ما نقول يتعجن وسطينا كده عشان يطلع بالقرار الصح. شوف الطالب بكل بساطه وبراءه بيقول ايه. احمد جمال بيقول هو انا مع القرار لو طبق فعليا، بس يكون في جدول محاضرات والطالب اللي يقرر هو عايز يحضر ايه. شوف الحرية بين قوسين، الطلاب الجيل ده محدش هيعرف يجبره على حاجة. انا اللي محتك بالجيل ده وعارف دماغه، وان ما اقتنعش وان ما تدخلوش من مدخل الحب والسياسة مش هيقتنعوا. بيقول اهو يقرر هو عايز ايه يحضر ايه، اكيد في مواد هو واقع فيها ومواد تانية لا.
فيحضر المواد اللي هو عايزها والمواد التانية لا، بس براحته، بدون 10 درجات، بدون تهديد، بدون تحكمات كده، يبقى براحته، مش تبقى حاجة إجباري. يعني اللي هو لازم تروح، وأول لما نروح يتقفل علينا الباب. بص شعور الطالب، أول ما نروح يتقفل باب المدرسة، ولازم نحضر اليوم كله، والكلام ده لا، لازم يكون في حرية شوية. بقول لهم لا، الكلام ده لا، لازم يكون في حرية شوية عشان نعرف نوفق بين الدروس والمذاكرة والمدرسة. بكل بساطة يا جماعة، بكل بساطة، طالب مصري بيقول لكم الحل اهو، هو دي دماغ الطلاب، هي دي رؤية الطلاب، سيبوهم بحريتهم. الموضوع عرض وطلب، بصوا شئنا أم أبينا الموضوع عرض وطلب. عرض وطلب زي أي سلعة في الدنيا. أيوة التعليم زي أي حاجة في الدنيا، عرض وطلب. أكيد الناس بتروح للكفاءة، أكيد الناس بتروح للحاجة اللي بترتاح لها، للحاجة اللي بتفهمها. طالب في دروس وخصوصية بيعمل إيه؟ بيخش المركز ده، مش عاجبه بيسيب المركز ده ويروح المدرسة الفلانية لغاية ما يرتاح نفسيا ويقعد في مكان مكيف، بيروح بمزاجه، سيب الدرس بمزاجه. لأن تاني التعليم مش بالعافية، ومهما ضغطنا على أولادنا يتعلموا وهم ما عندهمش رغبة، والله ما هيتعلموا، واسألوني أنا. فده اقتراح من طالب مصري بسيط جميل. شفتوا طلاب مصر قد ايه جميله، وقد ايه بتفكر، وقد ايه عارفه هي عايزه ايه. ومش اقتراح احمد جمال بس، انا عندي اقتراح اخر يخلي الطلاب يرجعوا المدارس بكل بساطه وهدوء. للمحافظين في جمهوريه مصر العربيه ما يستدعوش الكفاءات من المعلمين بتوع الدروس الخصوصيه، ويعملوا اجتماع مع كل محافظ كده عارف كويس قوي اللي في محافظته ومشهورين ومعروفين، وده واقع نتعامل معاه، يدعو كده المدرسين دول عنده ويعمل معهم اجتماع. الناس دي كفاءات يا جماعه، وعارفه كويس قوي مش مشهورين امانطه، الناس دي كفاءات، يجمعهم عنده في لقاء ودي ويقول لهم يا جماعه عايزين تساهموا معايا، لان انتوا اللي في ايدكم دلوقتي اكتر العمليه التعليميه، انا عايزكم تساهموا معايا في ان احنا نرجع الطلاب للمدرسه وبهدوء، عايزكم تساهموا معايا ان كنتوا تدوا ساعه من وقتكم او ساعتين من وقتكم تيجوا المدرسه وتنعشوها تاني، لان ده واجب قومي، احياء دور المدرسه واجب قومي. صدقوني بالحب ده وبالود ده وبالكلام ده، من غير تهديد ومن غير قوانين ومن غير ضبطيه قضائيه، لان زي ما قلت لكم ما فيش حد هيشرح، ما فيش معلم في الدنيا يهان ويشرح مستحيل، من غير ضبطيه قضائيه ومن غير اهانه ومن غير تهديد، مع المحافظه على لقمه عيش المعلم زي ما بنقول، اطلبوا كده وقول له مش حي... لو ما استجابوش كلهم، لو استجاب بس 10-15% من الكفاءات دي هيقلبوا مصر، هيقلبوا التعليم في مصر 10%، لان هم اللي في ايدهم العمليه، الطلاب اللي بتروح لهم، اولياء الامور اللي بيروحوا لهم. فجماعه ليه الكفاءات ديت ما جيش مع الدوله وصاحبها واخدها واستفز جواها العمل القومي؟ ليه ما عملش كده؟ ليه ما عملش مسابقات في المدارس زي ما بيعملوا في التلفزيون عرب ايدول وذا فويس؟ لمن ايوه انا دي دماغ الطلاب دلوقتي، وبيحبوا المسابقات دي، يحبوا الشهره. ليه ما اعملش مسابقات، بس مش مسابقات كوره وبتاع، لا مسابقات تعليميه، احياء مفهوم اوائل الطلاب تاني. ليه ما تبقاش المدرسه بيئه جاذبه ان احنا عاملين دوره تعليميه، ان الطلاب بتروح بعد الظهر او بالليل او في اي وقت، مع طبعا توفير الامان وغيره، ان احنا نعمل ان المجاميع الاستاذ الفلاني مع المجاميع الاستاذ الفلاني وعامله دوره ويتصعدوا. الطلاب بتحب الجو ده جدا، جو المسابقات، والاعلام يعني زي ما نقول كده ايه، يركز على النقطه دي، وان المدرسه الفلانيه وان الفريق الفلاني كسب والفريق الاعلاني كسب من مدرسه كذا والاذاعه من مدرسه كذا، ده هيرجع تاني صوره المدرسه تاني، هتبقى الطلاب حبه المدرسه تاني، هيبقى في جمهور من الطلاب بتحضر، اوائل الطلبه. فعن طريق المسابقات اللي ممكن تتعمل في المدارس، ده اقتراح جميل، لان انا عارف دماغ الطلبه ماشيه ازاي، بالحب بالمسابقات بجوهم، عن طريق الكفاءات ممكن نحل، ممكن الطلاب يرجعوا للمدرسه تاني وبكل هدوء وبكل بساطه. لذلك رساله الى الدكتور الهلالي الشربيني، وانا اعرف عنه كل خير واسمع عنه انه في صف الطالب دائما، ارجوك جمد هذا القرار، ارجوك انظر إلى بدائل أخرى، أعلم المسؤولية الجسيمة التي ملقاة على الوزارة، ولكن أرجو ألا تكون تعبئة جسدية
للطلاب وإضاعة لأوقاتهم وإذلال لهم، مهما كانت الرؤية جميلة إلا أنها أو الهدف جميل إلا أن الهدف غير واقعي. فأرجوك يا دكتور هلالي إلجأ لطريقة أخرى غير الفرض وغير إجبار الطالب على الذهاب إلى المدرسة. وده مش نداء مني أنا بس، اتحاد طلاب مصر كلها بيقولوا كده، ومحمد النقيب رئيس اتحاد الطلاب وكان مع الأستاذ إبراهيم عيسى في برنامجه وعلى صفحات الفيسبوك. يكفيك بس ان وزير التربية والتعليم يخش يكتب في جوجل كده بس طلاب ضد العشر درجات، ويبحث ويشوف اراء الناس قد ايه معترضة على هذه. فلذلك اناشد واطالب وزير التربية والتعليم بتجميد هذا القرار مع تفعيل اقتراحات اخرى، لاننا جميعا مع عودة الطلاب الى المدارس. ماذا لو لم تستجب الوزارة ولم يسمع الدكتور الهلالي إلى هذه المقترحات البديلة؟ ماذا لو أصرت الوزارة على تنفيذ قرار العشر درجات وأجبرت الجميع ووضعتنا أمام الأمر الواقع؟ هل نترك الطالب فريسة لهذه الضغوط؟ لا، إن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل هقدم للطلاب خطة احتياطية بالساعة بكل محتوياتها، لإذا عشان الطلاب كتير بتقول احنا مش عارفين نوفق ما بين المدرسة والدروس والمذاكرة. هبين للطلاب إذا أجبرنا على الذهاب إلى المدرسة، طبعا هنسمع الكلام وهنروح، إذا أجبرنا على هذا الوضع هبين لكم إزاي نتعامل معاه، لكن بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين. أبناء الطلاب فاصل ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الطلاب عدنا من جديد مع الخطة الاحتياطية لمواجهة ما قد يفرض علينا من حضور المدرسة والعشر درجات الحضور بتوع المدرسة. كيف نتعامل مع هذا الواقع الصعب الذي نراه صعبا؟ كيف نتعامل مع هذا الواقع ونوفق بين المذاكرة وبين الدروس وبين المدرسة؟ وكيف نزيل عن أنفسنا أو نخفف عن أنفسنا هذا العبء الذي أضيف عليكم هذا العام إذا أصرت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ هذا القرار؟ حقيقة قعدت أفكر قوي إزاي نخرج من المأزق ده سوا. فجيت أنا واحد من الناس أعشق الأرقام، يعني بحب كده أن أنا أدي لكل حاجة رقم كده علشان أعرف وزنها قد إيه. لما يجي مثلا أضرب لكم مثلا في البداية بس عشان نبني عليه اللي هقوله، يعني لما يجي واحد مثلا يقول لي الحق العربية بتاعتك اتخبطت، الخبر ده مزعج جدا زي الخبر كده الحق فرض العشر درجات. طيب العربية اتخبطت انا هتخض وهزعل، بس انا ما شفتش لسه حجم الخبطة قد ايه. فالمنطقي ان انا هسأل اتخبطت ازاي، فين، ايه اللي حصل، طب حجم الخسارة ايه، فهننزل نشوف العربية. يا ترى بقى لما الاقي مثلا ايه فانوس اتكسر، اكسدام وقع، الرفرف مش عارف التاني ايه، فبقول بسيطه ان شاء الله وبتبدا تهدأ ليا نفسي، انا العربيه شغاله زي ما هي وهمشي بيها حتى لو الخبطه دي بسيطه يعني. فانا عايز الطالب اللي عرف ان العربيه بتاعته اتخبطت او عرف ان العشر درجات اتفرضوا عليه يعرف حجم المشكله قد ايه، ما تخليهاش تكبر وتحس ان الدنيا بقى باظت عندك زي ما انا بسمع طلاب احنا ضعنا، العشر درجات دولت هيضيعونا، انا مش عارف اذاكر، انا خلاص كان عندي امل اخش كلية كبيرة، احنا مش ناقصين ارحمونا. وكلمة حسبي الله ونعم الوكيل مالية الفيسبوك دعاء على الوزارة من طلاب صناعة عامة في مصر. انا عايز احسب معاكم حسبة كده، نرجع للارقام عشان ما بقاش كلام وعظ وارشاد، لا ده كلام علمي مقنع. ايه الكلام العلمي مقنع؟ لاحظت المخرج في الكلام في الهيصه دي، لاحظت المخرج بين قوسين كده في الاجازات والعطلات. الاجازات السنه دي من حظكم يعني واكله تقريبا 40% من حضور المدرسه، وبالورقه والقلم تعالوا نحسبها. بصوا كده معايا بقى على الحسبه اللي قدامكم دي، بالنسبه لشهر اكتوبر في 12 يوم اجازه، 10 جمعه وسبت، يعني الشهر ده بالصدفة كده هيبقى فيه 5 جمعة و5 سبت. تخيلوا بقى، ادي خمس، احنا جمعة وسبت اجازة، حتى اللي بيروحوا السبت في بعض المحافظات بيروحوا يدوبك ايه نص يوم بعد الظهر، لكن جمعة وسبت دي 5 جمعة و5 سبت، يبقى كده معانا 10 ايام. 10 ايام ويومين اجازة كمان في اكتوبر، معانا يوم رأس السنة الهجرية و6 اكتوبر، ادي 12 يوم في اكتوبر اجازة. نوفمبر 8 اللي هو 4 جمعة و4 سبت، ديسمبر 8،
يناير 12. ده يناير ده بقى تقريبا انت مش هتروح المدرسه خالص، لان بيبقى في امتحانات النقل، وبيبقى هو في 12 يوم اصلا كمان اجازه، اللي هي بعض الايام 10 ايام ويومين اجازه كمان في يناير، بالاضافه الى فبراير يومين، مارس 8، ابريل 12. بص انا جريت شويه في الارقام عشان ما اغرقكش في التفاصيل. خلاصه الكلام ان الجمعه والسبت وبعض الاجازات بس عاملين 62 يوم اجازه، شهرين اجازه، انتبهوا. 15 يوم بتوع نص السنه لغايه 13 فبراير انت قاعد في البيت. عيد اخواننا المسيحيين ادي يوم، عيد العمال في شهر مايو صحيح بس ادي يوم، شم النسيم ادي يوم، يبقى 18 على ال 62 بقوا 80 يوم اجازه. 80 يوم، تتخيل ده قربنا من 3 شهور اجازه. طب انت ليك تغيب لغايه 30 يوم، من حقك تغيب، يبقى ادك، ومش هنغيب ال 30، هنغيب ال 28 وما ينقصكش حاجه، انت كده بتغيب في اطار القانوني. ما حدش يقول لي ده لو غبت يوم هنقص 1%، لا مش عايزين بقى اشاعات وعايزين كلام بقى كتير، لا طالما انا لم يعني ما استنفدتش مرات الغياب او ما تعدش قيدي، فمش من حق اي حد يخسرني، ده قانونا مستحيل اصلا. 30 يوم منفصله او 15 يوم متصله ده حاله الرفض، لكن انا لا هعمل كده ولا هعمل كده. يبقى اقول هنغيب 28 يوم. لما نحط ال 28 يوم على ال 80 يطلع لي 108 يوم اجازه. انت متخيل يعني ايه 108 يوم؟ يعني قربت من 4 شهور، 3 شهور ونص، يعني 3 شهور ونص العام الدراسي كله على بعض اصلا 8 شهور. فتخيل بقى 108 يوم هم يا عم انت قاعد في البيت، يخفف قوي الموضوع. طب اللي فاضل بقى من 240 يوم، ما هو 240 يوم دولت اللي هم ايه؟ العام الدراسي بالكامل. ما العام الدراسي هيبدا من شهر 10، انت بادئ في شهر 8 ساعات، بس انا بقول من شهر 10 على اساس المدارس يعني. يبقى 10 و11 و12 و1 و2 و3 و4 و5 اهم 8 شهور. طب ال 8 شهور في 30 يوم ب 240 يوم، منهم زي ما حسبنا دلوقتي 108 يوم، يعني يفضل لي 132 يوم. طب ال 132 يوم المفروض اروح المدرسه اقعد قد ايه؟ من 4 ساعات ل 4 ساعات ونص، قول 4 ساعات. 4 ساعات في 132 يوم، يبقى انت 528 ساعة اللي مطلوب منك على مستوى العام الدراسي بالكامل تروحهم المدرسة. طبعا ناس كتير هتقول لي 528 ساعة، هفقد 528 ساعة؟ لا، تعال نحط الرقم ده بقى وسط الارقام الاخرى عشان نعرف حجم الفاقد. مش بقولك انا لما تتخبط العربية هنزل اشوف حجم الخط قد ايه؟ فاحنا عرفنا دلوقتي ان الخطة 528 ساعة، ان اللي انت فاقد عندك 528 ساعة. معلش الارقام دي هتريحك بس اصبر عليا. ال 528 ساعه دولت اجمالي اصلا كام عشان اعرف نسبه ال 528 ساعه من الوقت الاجمالي؟ طب اللي هم ال 528 ساعه دولت يمثلوا قد ايه من الوقت الاجمالي؟ يمثلوا قد ايه؟ يمثلوا العشر 10%. ازاي يا استاذ؟ ما هو الوقت الاجمالي لو ضربت ال 240 في ال 24 يطلع لك 5760 ساعه. يعني انت كل الفاقد تقريبا 10% الفاقد من وقتك. يعني حتى اذا اجبرت ورحت، المعلومه دي مهمه ارجو الاستماع لها والانتباه، انك لو اذا فرض عليك المدرسه ورحت كل اللي فقدته 10% من وقتك فقط. انا عارف ان الناس بتقول اصلي بيبقى تعبان وببقى مرهق، لكن دي بالتعود صدقني هتنقلب من تعبان ومرهق الى نشاط حقيقي. دي حقيقي. انت بتنام 1920 ساعه وبتحضر مع يعني الدروس مع المذاكره، هيفضل لك في الفاقد ده كله، يعني بعد الفاقد ده كله نوم ومدرسه وغيره، هيفضل لك 3312 ساعه. انا مش بحسبها لك، الساعات دي مش هتفرق معاك غير انك تعرف الوزن النسبي اللي انا بقول لك عليه، حجم الخطه، تعرف الوزن النسبي قد ايه للمروح من المدرسه. 4 ساعات يوميا في 132 ب 528 ساعه من 5000 ساعه العام الدراسي، يعني الفاقد عندك 10%. ما تكبروش الموضوع، 10% فاقد مش هيبوظوا الدنيا، ممكن تستحملهم وممكن كمان تستفيد منهم، وده اللي انا بقى عايز انقلك ليه. دايما انا لما اضطر لحاجه ابقى افتكر ربنا سبحانه وتعالى دايما وهو بيقول في القران ان مع العسر يسرا، فاذا ما شفت العسر شوفوا اليسر، ولا تكرهوا شيئا، صحيح عسى ان يكون خيرا لكم، صحيح في اشياء الانسان بيكرهها وممكن تطلع خير، ودايما اي حاجه في نص فاضي ونص مليان، زي ما بصيت له النص الفاضي نص النص المليان. يعني هل انت قصدك يا استاذ مروح المدرسه في ميزات؟ ممكن يبقى في ميزات. اولا اول ميزه
انك هتبدأ تشعر بقيمة الوقت لما تروح المدرسة بقى وتبقى حاسس ان في 10% من وقتك بيروحهم، هتبدأ انت حاسس عندك مشكلة الوقت. لكن الحقيقة لما بتبقوا نايمين في البيت بتضيع وقت بالهبل اكتر من المروح للمدرسة 100 مرة. في ناس بتقعد بتضيع بالساعة وبالساعتين وبالعشرة ما بين الدروس. فاذا اول ميزة لو اتضغطت ورحت المدرسة هتبقى عارف قيمة الوقت وان في وقت ضيع فلازم اعوضه، لازم اعوضه. كمان الاحتكاك واتساع الرؤية. صحيح لما بحتك بطلبة كتير وبشوف زمايلي وبشوف الاستاذ ده قال ايه في الدرس، الاستاذ ده عمل ايه، الاستاذ ده شرح ايه، انتوا وصلتوا لايه. الاحتكاك ده انا عارف انه موجود في الدروس، بس انت موجود في الدروس مع زمايلك اللي في نفس تقريبا الدروس، لكن في المدرسة اكيد المجتمع اكبر واكيد الاحتكاك هيبقى اكتر. كمان فرصة انك انت تقارن ما بين الاساتذة، ما بين استاذك اللي بيديك في الدرس وما بين الاستاذ في المدرسة. على فكرة مش شرط الاستاذ في المدرسة يبقى دايما وحش، ممكن يبقى يكون احسن كمان استاذك في المدرسة. النشاط، ودي نقطة أنا بفتقدها في طلاب كتير. أنا عارف إن في طلاب كتير ما شاء الله يعني حتى من غير ما تروح المدرسة بيقوموا يصلي الفجر أو بيقوموا بدري وبيبدأوا يومهم بنشاط ويلعبوا رياضة ويكملوا يومهم، لكن المدرسة هتجبرك على النشاط، دي حقيقة، وتشعرك كده شوية بالمسؤولية، إن يعني في مسؤولية، تتربى كده على الإيه؟ على المسؤولية، لأنك أكيد بعد ما تخلص تعليم وتشتغل أكيد هتلاقي نفسك غصب عنك بتقوم بدري وبتروح شغلك، فمش هتبقى عايش لي طول عمرك ما بتقومش بدري وتيجي لما تشتغل تقوم بدري، فدي برضو أهو جانب من المميز. على فكرة الكلام ده بيخليني أتقبل بقى الفكرة وأتعامل معاه، مش أفضل أقول أنا ضعت، ده اللي مروح المدرسة دمار، ده خلاص، ده أنا هتعامل مع واقع، أنا راجل عملي، بحب أوي العملية دي. كمان يا ريت نستشعر بأننا جزء من البلد دي وإن مروحنا المدرسة بيغير من فساد التعليم وبيغير من المفهوم الخاطئ عن التعليم في بلدنا. يا ريت ان احنا اصل البلد مش الوزاره يا جماعه اللي هتحل مشكله التعليم، ولا الوزاره اللي هتحل مشكله تفشي دروس الخصوصيه، مش الوزاره اللي هتحلها لوحدها، لازم هم بيقولوا كده كمان، لازم المجتمع يتفاعل. ولو هنروح المدرسه رمزي، لو هنروح ان المدرسه رمز لهذه المدرسه نعطيها قبله الحياه حتى يعود دور المدرسه تاني، لان اي مساوئ بتشوفها في الشارع من قله ادب او قله تربيه او قله اخلاق او الى اخره او عدم ذوق او عدم أو اختلافات كتير في الرؤى، السبب الأساسي إن مفيش مدرسة. صحيح حقيقي التفكك اللي في مجتمعنا ده وكل الشرور والألم معظمها اللي في مجتمعنا ده بسبب إن مفيش مدرسة ومفيش تعليم متكامل، مفيش استراتيجية، مفيش قيم وأهداف بتتعمق في المدرسة. كمان استشعر ثوابك قد إيه، تعبك في التعليم ده مش بيروح هباء كده، ده فيه ذنوب لا تغفر إلا أن يبيت العمل إلا أن يبيت العبد، هناك ذنوب لا تغفر إلا أن يبيت العبد كالا من عمل يده. فلما تقول لي بروح كده وتعبان من الدروس والمدرسة وبنام كده، غفرت ذنوبك. استشعر هذا الثواب إنك فعلا فعلا بجد بتجاهد من أجل هذا العلم الصعب. كمان صدقني المدرسة لو انتظم حالها وربنا صلح حالها ذكرياتها جميلة جدا. احنا عايشين يا كبار دلوقتي على ذكرياتنا في المدرسة. انا ما بقابلش صاحبي في المدرسة او جارنا اللي كنا بنروح المدرسة سوا وفي مدرسة وفي مدرسة الا لما نحكي ايام الكورة وايام المدرسة والاستاذ الفلاني عمل فينا والاستاذ العلاني عمل فينا. انتوا جيل محروم بجد من اجمل ذكريات ممكن يعيشها في المدرسة. اخيرا ممكن توفر فلوس، يا ريت لو لقيت مدرس كويس في المدرسة وممكن تكتفي بيه، صدقني ممكن. يعني يا جماعه بلاش الصوره السوداء دي ان كل كده، لا احنا 90 مليون واحنا محافظات كتيره ومساحه كبيره واللي ممكن مش هنا يبقى هنا، فانا بكلم ناس كتير، فممكن انت تلاقي بالقدر كده استاذ مخلص، وما اكثرهم والله، بس محتاجين بس تروحوا لهم، بس استاذ مخلص الفصل وبيشرح من قلبه وبيمتحنك وبيجاوب لك على اسئلتك. اذا ارحم نفسك وارحم اباك ووفر على نفسك وقت، وفر على نفسك حاجات كتيرة قوي، فلوس كمان، وخليك مع الأستاذ ده وسيب المدرسة، سيب الدرس الخصوصي طالما انت حسيت انك ممكن تكتفي بهذا الأستاذ. فشباب ياريت نبص للجانب المملوء، ياريت نتعامل مع الواقع. برغم اعتراضي على 10 درجات إلا اني اديت لك البديل والخطة وزلت عن نفسك شعور بانك انت الدنيا ضاعت وباظت، وفهمتك ان هم مجرد ايه، مجرد 10%، ودي لازم نركز عليها قوي ان كل الفاقد اذا اجبرنا على الذهاب للمدرسة 10%، مش كتير قوي يا شباب، وخطوة او مأزق ممكن نخرج منه عادي جدا. بس ياريت بقى اخر كلام اقوله، ياريت وصية ليكم لو سمحتوا، اذا الوزارة جمدت القرار ده
وانتوا ما رحتوش المدرسه يا ريت الناس ما تضيعش وقت بقى. يعني انتوا ربنا نجاكم من 10% تفقدوهم، ما يبقاش بقى البديل ان انام براحتي بقى للعصر واسيب الدروس، والكسل بقى يحل عليا، وما بين الدرس ده ضيع ساعتين والدرس الفلاني ضيع 3 ساعات، الاربع ساعات اللي كنت زعلان تروحهم المدرسه، وكنت خايف قوي على الوقت، لما تجمد قرار انك ما تروحش المدرسه بقيت بتضيع 10 و15، بل في ولاد بيضيعوا بالايام، في ولاد بيضيعوا بالشهور. فجماعه يا ريت ندرك النعمه، ويا ريت المأزق اللي احنا فيه دلوقتي حاليا يفوقنا، سواء رحنا المدرسه او ما رحناش يفوقنا لقيمه الوقت. ويا ريت ان كلنا ندعي ان ربنا يصلح هذا البلد، بلدنا مصر الحبيبه، ولن ينصلح حالها الا من التعليم، لانه بدايه الاصلاح في هذا البلد. ويا رب يوفق كل واحد نيته خالصه ورؤيته واضحه ونفسه ومدرك للواقع، يا رب يوفق كل واحد في اصلاح التعليم في مصر. ابناء الطلاب، قدمت لكم ما استطيع نداء الى وزير التعليم بتجميد قرار 10 درجات حتى يناسب الواقع الذي نعيش فيه. قدمت نداء لوزير التعليم باقتراحات جديده ممكن ان تعيد الطلاب الى المدرسه. قدمت لكم خطة لمواجهة، أو بمعنى الأصح مفهوم ورؤية لمواجهة المدرسة، إن أنا لو رحت أعمل إيه، أذاكر إمتى، أذاكر إمتى، دي ممكن ببساطة جديدة جدا إن حلاقي وقت. ما أنا قلت لك وفرت لك وقت كتير، إنك أنت بينت لك إن في وقت للمذاكرة، ما تقوليش أذاكر إمتى بقى خلاص، لأن أنا بينت لك إن الفاقد فقد 10%، فممكن تبني جدولك، وممكن أوي لما ترجع البيت تنام ساعة أو ساعتين وتقوم تكمل مذاكرتك. فإن شاء الله ربنا يوفقكم، وصدقني إذا أخلصت النية وإذا رضيت بما قسم الله وإذا توكلت على الله حق التوكل، صدقني ربنا هيلهمك وهيعينك، واللي عايز حاجة بيوصل لها، ودايما الفارس العنيد بيوصل لما يريد. أبناء الطلاب، أستودعكم الله وأدعو الله عز وجل أن أكون قد أرحت قلوبكم وعقولكم، وبالعالمين تحققون كل الخير، ويكون عام يكون عام جميل بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.